بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع البكالوريا، وسوف أشارككم في هذا الفيديو رزنامة شهادة البكالوريا ليسانس 2020. طبعا هذه المعلومات وهذه الرزنامة مقدمة من موقع الدراسة الجزائري، والتي سوف أقرأ على مسامعكم البعض منها. طبعا مؤسسات التعليم العالي مفتوحة الأبواب من 15 أكتوبر إلى 25 أكتوبر 2020. فترة التسجيلات الأولية من 24 إلى 26 أكتوبر 2020. فترة تأكيد التسجيلات الأولية من 27 أكتوبر إلى 28 أكتوبر 2020. وفترة معالجة الرغبات من 29 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2020. الإعلان عن نتائج التوجيه يوم 5 نوفمبر 2020 مساء. طبعا هذه الصفحة سوف أضع لكم رابطها أسفل الفيديو، فأرجو أن أكون وفقت في هذه المعلومات وفي نقل هذه المعلومات، وأرجو أن يستفيد الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.